السلام عليكم وأسعد الله مساكم. نشرت إحدى الناشطات على الفيسبوك في الساعة الأخيرة آخر ما قالته لها مؤثرة جزائرية توفيت بولاية عنابة، ونشرت هذه الناشطة آخر كلمات هذه المؤثرة قبل وفاتها، وهذا ما طلبته من كل متابعيها. تابع الفيديو للأخير. بونسوار حبوباتي، جيسبر تكونوا سافا. انا الحمد لله يا ربي. مهم كاين واحد الميساج راح نوصله لكم بركة، بس قلت لي اخت ساندرا ربي يرحمها، قلت لي انا دحن اي تقعد الميساج ده يقعد في رقبتك. قلت لي قولهم ينحيوا التيك توك تاعها، نورمال ما في ثلاثة. قلت لي قولهم يسينياري والفيسبوك حاجة كيمك. قلت لي على وجه ربي لكن شافوا على وجه ربي يسينياري والتيك توك تاعها سيتو. هذا وش قالت لي، ربي يرحمها ان شاء الله، وربي يصبر باباها، وربي يصبر ميمتها وخيتها وخاها ان شاء الله.